شايف الفيديو ده؟ شاب بيعمل كيب فليب على سكيت بورد، وده واحد راكب فوق حصانين وبيجري بيهم. وقع. اما هنا فدول شباب بيلعبوا كورة طايرة على البحر. صدق او لا تصدق، الفيديوهات دي مش حقيقية، دي فيديوهات معمولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والسر في موديل جديد اسمه سورا 2 تم الاعلان عنه في 30 سبتمبر 2025. حتى فيديو الاعلان ده معمول باستخدام نفس المود، وده معناه ان احنا داخلين على نقلة كبيرة جدا في عالم صناعة الفيديوهات، مع منافس هيغير قواعد اللعبة وهيولع المنافسة مع جوجل فيو 3. خلينا نشوف مع بعض ايه حكاية سورا 2، بس ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة. يلا بينا. شركة اوبن اي اي اطلقت نموذج توليد الفيديو سورا 2، بتقول ان هو افضل مولد فيديو موجود حاليا. دي الصفحة الرسمية للاعلان عن سورا 2، تم الاعلان عنه في 30 سبتمبر 2025. نشروا على الصفحة بعض الفيديوهات اللي تم انشائها باستخدام سورا 2. تعالوا كده نشوف بعض الفيديوهات اللي تم انشائها باستخدام سورا 2 ونحللها مع بعض. ده اول فيديو، وهو فيديو الاعلان عن سورا 2. تعال كده نشغل. Powered by the all-new Sora 2. It's the most powerful imagination engine ever built. ده جزء من فيديو الاعلان عن سورا 2. الفيديو ده تم انشاؤه باستخدام سورا 2. هتلاحظ زين ان هو بيقدر يتكلم لغه كويسه، وعلى فكره هو بيتكلم عربي او اي لغه تانية، ولكن هتلاحظ ان في تنوع في المشاهد وثبات في الشخصيات، وان هو قدر يغير وضعيه المشهد بتاعه زي ما شفنا في الفيديو، ودي حاجه مميزه جدا ما كانتش موجوده في جوجل فيو 3. وده فيديو لواحد بيلعب لعبه ستيك بوردر ويركب على الستيك بوردر بالشكل الاحترافي ده. حركه الستيك هنا والشلبه بتاعته ما فيهاش اي غلطه، دقة عالية جدا. تعال بقى نشوف الفيديو ده لناس بتلعب كرة طايرة بالشكل ده، ماتش كرة طايرة والكرة بتتنطط ما بين ايديهم وبيروحوا عليها وبتقع، والتعبير بتاعتهم ما فيهاش اي غلطة. بصراحة كأنه ماتش حقيقي. في الاول انا شفته قلت اكيد ماتش حقيقي، لكن في الحقيقة هو معمول بالذكاء الاصطناعي. الفيديو ده بقى هنا فيديو فانتازي شوية، هيبقى عبارة عن هنا راجل راكب حصان فوق حصان والحصان ماشي بيهم بالشكل ده. طبعا هو شغل فانتازي، بس هو عايز يوريك الدقة. وبص هنا طبعا هتلاقي هنا عندك الظل بتاعهم ومشي وسط الزرع بثبات، والراجل يعني الدنيا زي الفل، ثبات انفعالي قوي جدا. هنا برضو معانا فيديو تاني، الفيديو ده هنا عبارة عن زي ما تقول اللي هو صلصال، وهنا مايسترو عمال بيعمل بايديه. ركز على ايديه وركز على العصا اللي في ايديه والحركه والحاجات دي كلها، لان احنا هنجرب نعمل حاجه ونجرب نشوف اذا كانت هتبقى تطلع بنفس النتيجه ديت ولا ممكن تكون مختلفه. في الفيديو ده بقى هيظهر معانا شخص بيتكلم بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين هنا هتلاحظ ان هو بيتكلم وفي حركه في ايده وثبات، يعني دكتور جامعي بيتكلم والدنيا معاه زي الفل. وده معناه ان هنا الكلام في الفيديوهات بقى ادق واحسن، وان هو ممكن يعمل نتائج كويسه جدا مستقبلا. هنا بقى فيديو اللي تحس ان هو من فيلم سينمائي، والكلام والحركة الناس وجودة الصورة جامدة جدا، ودي طبعا برضو حاجة او نقلة كبيرة جدا في ثبات الشخصيات، وفي زي ما احنا شايفين هنا الجودة والتفاصيل الصغيرة في عمل مشاهد سينمائية قوية حربية شبه دي. نيجي هنا بقى، هنا ده فيديو لواحد ماشي في الغابة وفجأة لقى هنا رجل البيج فوت، وفجأة كده هلاقي البيج فوت وهيتكلم معاه. هنا بقى اتنين بيلعبوا ريست كده، وبيبص بقى الزوم ان والزوم اوت، وهو يعني واحد فاز كانه بالظبط مشهد حقيقي، بس يعني كان ممكن اللي لابس تيشيرت ابيض ده يكون يعني يشد حلو شويه، لكن ما شدش حلو. المشهد ده بقى ده اللي بهرني بصراحه، واحد راكب على حصانين من فيلم قديم، وفجاه الحصانين بيبعدوا عن بعض، ففجاه رجله بتوسع فبيقع على الارض وبتقطع منه، وبيقف يبص عليهم. المشهد ده استحاله تقول ان هم معمول بالذكاء الاصطناعي، انا حاسس ان هم ممكن يكونوا بيشتغلونه وجايبينه من فيلم ولا حاجه وحاطينه ويقول لك ده معمول بالذكاء الاصطناعي، لكن هو معمول بصوره. كده كده انا هسيب لك رابط موقع صوره في وصف الفيديو، تقدر بقى ان انت تشوف باقي الفيديوهات كلها وتشوف النتائج اللي عملتها صوره. ولكن دلوقتي حان الوقت ان احنا نعمل مقارنه ما بين صوره وما بين جوجل فيو 3، وهي ان احنا نيجي هنا نشوف بعض الفيديوهات، هناخد هنا البرومتس بتاعتها ونجرب ان احنا نعملها على الفيو 3 ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. عشان نستخدم فيو 3 مجانا فهندخل على فلو، هنكتب
على جوجل فلو وهندخل على فلو دي. انا شرحها طبعا قبل كده. لو انت اول مره تسجل حساب في فلو فهو بيديك شهريا حوالي 100 كريدت بتقدر تعمل بيهم 5 فيديوهات فيو 3. هنضغط على كرييت وذ فلو هيحولنا على الصفحه دي، وبعد كده نضغط على نيو بروجكت عشان نبدا عمليه انشاء الفيديوهات. انا بصراحه عملت الفيديوهات بس انا هقول لك ازاي انت بتعملها. انا مثلا هنا هاجي اجيب البرومبت اللي انا هنفذه، مثلا ده البرومبت بتاعي اللي هو الفيديو الخاص بصوره، وهاجي هنا هضيفه للمستطيل ده في فلو، وبختار من هنا الفيو 3 فاست، وبختار الابعاد بتاعتي اللي هي مثلا لاندسكيب 16:9 بتعرفها طبعا من المربع عريض او طويل، وبتختار الفيو 3 فاست عشان يستهلك معاك 20 كريدت فقط، وبعد كده بتضغط على ارسال هيبدا ان هو يعمل لك الفيديوهات. تعال بقى نشوف اول نتيجه معانا. اول فيديو انا عملته فيديو الولد اللي بيلعب على السكيت. تعالوا كده نشغل تاني، ركز بقى المره دي على السكيت. هنا بقى حصل لخبطه في السكيت، اتقلب كده تحس ان هو دخل في بعضه ولخبط في بعضه. فاللخبطه دي طبعا بتبقى عيب في الفيديو، في نفس الوقت ان هو كان ممكن الفيديو يكون اسرع من كده. فدي اللخبطه او ده الفرق اللي بيبان ما بين بقى المودلز الحديثه والمودلز اللي فيها اخطاء زي دي. تعال بقى نشوف الفيديو الخاص بلعب الكره الطايره. نشوف تاني. طبعا هتلاقي الفرق الشاسع ما بين ده والتاني. هنا الناس عماله تخش في بعضها وحركه الكره مش مظبوطه، وفي صوت الكره نفسه مش مظبوط في الحركه، فطبعا فرق شاسع ما بين ده وما بين المعمول بصوره. تعالوا بقى نشوف الفيديو الخاص بالراجل اللي ركب حصان فوق حصان. اولا المشهد مش لطيف، هو ثلاث حصنه وهنا الحصان اللي فوق راكب بشكل غريب، يعني المفروض الرجل اللي بره دي تكون هي كده على الهواء، فده الفرق ما بين هنا وهنا. تعال بقى نشغل. واقفين يعني الحركة بسيطة. هي مش وحش، هو مش وحش بس مش زي التاني، التاني كان احسن كتير. طيب تعال نشوف الفيديو اللي بعد كده. ده الفيديو اللي هو بتاع الصلصال العازف. ركز معايا هنا، هو هنا ماسك عصاية وماسك في ايده التانية عصاية، هي المفروض عصاية واحدة اعتقد او اتنين مش عارف يعني، بس المهم تعال نشغل بقى كده. فجأة هنا العصاية اللي في ايده الشمال اختفت، وطبعا دي غلطة. تابع الفرق ما بين هنا وهناك، هنا ان هو اهتم بالتفاصيل اكتر من التاني. طبعا ده مش معناه ان انا بقول ان فيو 3 وحش، ولكن عايز اقول لك ان فيو 3 لو عمل فيو 4 ممكن يحسن بقى الكلام ده كله ويطلع لنا بحاجه احسن بكتير، وده اللي هنشوفه الفتره الجايه اكيد يعني. نيجي بقى للفيديو الاصعب، الراجل اللي كان راكب فوق حصانين ووقع. المشهد بتاع صوره مشهد خرافي متاخد من فيلم حقيقي، ما حسيتش ابدا ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي. تعال بقى نشوف ده كده هيكون عامل ازاي. هنا طبعا الوقعه غريبه شويه، التاني وقع لورا وده كان الصح، وقع حلوه والحصانه مشيت بسرعه، لكن هنا الوقعه ما كانتش واقعيه خالص. تعالى كده نجرب تاني. فرق كبير طبعا ما بين ده والتاني، بس بصراحه صوره عامل شغل عالي جدا، ولكن المنافسه هتولع، واعتقد ان فيو 3 لو بقى فيو 4 هيبقى في نقله جامده جدا في عالم انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. ودلوقتي بعد الرغي اللي انا قلت ده كله، في ناس هتسالني طب ازاي بقى ان احنا نستخدم صوره 2. للاسف صوره 2 حتى هذه اللحظه متاح فقط كتطبيق على الاي او اس، يعني تقدر تحمله لو انت عندك ايفون. هي حد يقول لي ماشي انا عندي ايفون بس جيت احمله وما اشتغلش. هو للاسف برضو متاح فقط في امريكا وكندا، يعني ممكن تحتاج بقى تخش بفي بي ان او حد يبعت لك دعوه عشان تقدر تستخدمه، فمش كل الناس هتقدر تستخدمه دلوقتي، وهيبقى استخدامه صعب الا اذا كان حد ممكن يكون معاه ايفون، ولكن ممكن النهارده هو متاح بالشكل ده، ممكن بالظبط بعد يومين ثلاثه تلاقيه بقى مفتوح المصدر، شويه هيبقى موجود عادي جدا في كل انحاء العالم، لان هو في الاول بيبقى عليه ضغط شديد جدا. فاحنا متابعين، واي جديد هنتكلم فيه واي مواقع هنتكلم فيها واي تحديثات هنتكلم فيها، وان شاء الله يكون لنا تجربه فعاله مع صورته قريبا ان شاء الله، واتمنى ان المنافسه تزيد ونشوف بقى فيو 4 برضو باذن الله عشان يبقى عندنا ادوات نقدر نعمل بها فيديوهات رائعه نقدر نستخدمها في انشاء محتوى رائع. وبكده يبقى انا وصلت معاك لنهايه فيديو النهارده.
يا ريت بقى تدعمني بالاشتراك في القناة ودوس لايك لو عجبك الفيديو. وعايز اقول لك على مفاجأة حلوة، ان التعليقات ببلاش، فلو سبت لي تعليق اكيد هكون مبسوط. واستنوني في فيديو. السلام عليكم.